خلونا بقى ناخد حضراتكم على السريع ونروح على مقر النادي الاهلي بالجزيره، حيث تتواجد زميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم اللي مشكوره هتعرفنا على كل الاخبار وكل المستجدات. يا هنا صباح الفل عليك، اتفضلي احنا سامعينك. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الاهلي، وزي ما عودناكم دايما هننقل لكم كل الاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وفرقه الرياضيه المختلفه. خلونا البدايه نبدا بالفريق الاول لكره القدم. النهارده الفريق هيستأنف تدريباته بعد راحه سلبيه لمده 48 ساعه. تجمع الفريق كان الساعه 9 صباحا، والمرام بدا الساعه 10 صباحا، استعدادا بقى للمباراه القادمه واللي هتكون يوم الخميس القادم الساعه 7 مساء امام المصري ضمن منافسات بطولة الدوري. يعني طبعا بنتمنى لفريقنا كل التوفيق ان شاء الله بقى يقتنص 3 نقاط جداد في بطولة الدوري. كمان بقى يا كريم ويا نهاوند خليني اقول لكم انه هايلايت مران اليوم ان شاء الله لاعب محمد الضاوي كريستو وخالد عبد الفتاح هيظهروا لاول مره في التدريب الجماعي. يعني مش اكيد ان هم هيشاركوا في التدريب الجماعي ده، طبعا بيرجع للجهاز الفني، ممكن يخوضوا بعض التدريبات في الجيم، لكن كل الامور دي طبعا هتظهر بعد انتهاء المران. يعني بنتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله بقى يكونوا إضافة كبيرة لصفوف الفريق الأول لكرة القدم ويحصدوا عدد من البطولات مع الفريق. يعني ده فيما يخص أخبار الفريق الأول لكرة القدم. خلونا بقى دلوقتي ننتقل للألعاب الأخرى ونبدأ برجال كرة السلة. النهاردة رجال كرة السلة هيكون عندهم مباراة مهمة أمام فريق سموحة ضمن منافسات بطولة دوري السوبر. مباراة هتكون هنا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة على صالة الأمير عبدالله الفيصل الساعة 6 مساء. وخليني بقى أنوه لجميع مشاهدينا أنه هيتم إذاعة المباراة على شاشة قناة النادي الأهلي، طبعا هيكون في قبليها استوديو تحليلي عشان يناقشوا بقى كل الأمور المتعلقة بالمباراة. يعني طبعا بنتمنى لرجال كرة السلة كل التوفيق. خليني أقول لكم إن هم ماشيين بخطى ثابتة جدا في بطولة دوري السوبر. آخر مباراة كانت أمام فريق مصر للتأمين وقدروا يحسموها لصالحهم بنتيجة 78-53. إن شاء الله بقى النهاردة كمان يقدموا مباراة كبيرة ويقدروا يفوزوا بفرق سكور. اما عن سيدات كرة السلة، فسيدات كرة السلة هيكون عندهم مباراة غدا امام فريق البنك الاهلي ضمن منافسات بطولة دوري السوبر. يعني طبعا زي ما احنا عارفين هم كانوا عملوا مباراة كبيرة جدا امس امام الزمالك، قدروا يفوزوا بفرق 70 بوينت. طبعا انتهت المباراة لصالحهم بنتيجة 122-52. يمكن مش هيكون عندهم وقت كبير للاعداد لمباراة بكرة، المفروض المباراة كانت تقام يوم الاربعاء لكن تم تقديمها 24 ساعة، لكن طبعا عندنا ثقة كبيرة جدا في سيدات كرة السلة ان شاء الله بقى يقدروا يحسموا مباراة غدا لصالحهم. خلونا بقى دلوقتي ننتقل للعبة كرة الطايرة ورجال الماسترز. النهارده هيختتموا استعداداتهم لمباراة غدا، هيكون عندهم مران الساعة 8 مساء وبعد كده هيدخلوا في معسكر مغلق عشان يستعدوا بقى ويدخلوا في اجواء مباراة غدا اللي هتكون امام فريق الزمالك. مباراة هتقام هنا بمقر النادي الاهلي بالجزيرة على صالة الامير عبدالله الفيصل ضمن منافسات بطولة الدوري. يعني طبعا مركزين بشكل كبير جدا، مباريات الاهلي امام الزمالك يكون ليها طابع خاص، لكن عندنا ثقة كبيرة جدا في رجال الماسترز ان شاء الله بقى يقدروا يفوزوا في مباراة غدا وكمان بنتيجة 3-0. خلونا بقى دلوقتي ننتقل لسيدات كرة الطايرة. وسيدات كرة الطايرة بيواصلوا استعداداتهم للمباراة القادمة. المباراة القادمة هتكون في نصف نهائي بطولة كاس السوبر. طبعا البطولة دي بتقام لأول مرة في تاريخ كرة الطايرة المصرية. عندنا طبعا ثقة وأمل كبير جدا في سيدات كرة الطايرة ان هم يقدروا يحققوا فوز. المباراة هتكون يوم الجمعة القادم امام فريق وادي دجلة. طبعا البطولة بتقام بنظام دور واحد بينافس فيها فريق الأهلي، دجلة، سبورتنج والصيد، وبيتم طبعا ترتيبهم من الاول للرابع. الاول هيواجه الرابع، النادي الاهلي كان متصدر جدول الترتيب ووادي دجله كان في المركز الرابع، فهيواجهوا بعض ان شاء الله بقى يتاهلوا للمباراه النهائيه. وسيدات كره الطايره فتيات الذهب يقدروا يحسموا البطوله لصالحهم. اخيرا بقى خلونا نروح للعبه كره اليد. وسيدات كره اليد النهارده هيستأنفوا تدريباتهم بعد راحه سلبيه لمده 24 ساعه كان منحها الجهاز الفني للاعبات بعد مباراه سبورتنج. ده بقى يستعدوا عندهم غدا مباراه مهمه امام فريق الزهور ضمن منافسات بطوله منطقه القاهره. اتمنى لهم طبعا كل التوفيق ان شاء الله بقى يقدروا يحققوا نتيجه ايجابيه غدا. يعني كريم وانا هوندي دي كانت ابرز اخبارنا النهارده في فقره اخبار النادي معاكم. طبعا لو عندكم اي استفسارات والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. نشكرك يا هنا على هذه التغطية، جزيل الشكر، وإن شاء الله نلتقي في تغطية جديدة.